هروح معاك لمنتخبنا الوطني ونرجع بعد كده بعض الانديه في صفقاتها والسكواد بتاعها ونقف عند بعض نقاط القوه والضعف او محتاجين ايه. رايك في مباراه منتخبنا الوطني امام نيجر؟ فزنا بثلاث اهداف، هدفين لصلاح وهدف لمصطفى محمد. بص لك حاجه، يعني عشان احكم على منتخب او احكم على فيتوريا ده من ربع مستحيلات. عشان تحكم في مباراه قدام النيجر لا، هو الموضوع صعب جدا. الحكم اللي ممكن يتحكم على فيتوريا هو ماتش بلجيكا، لانه ماتش كبير، ماتش قوي مع فرقه مصنفه، هتكون خدت شويه وقت اللي انت تشتغل، لكن في الاخر المكسب مهم. لكن كاداء لا، في يعني مش هقول لك في تحفظات، لكن في الاخر ما لحقش يشتغل وما لحقش برضه يكتشف الفرقه. وخلي بالك جزء المنتخبات او مدرب المنتخبات غير مدرب الانديه تماما، هو ما على باله كده. مدرب المنتخبات هو اللي بيشيل الحاجات السيئه للانديه، فهتيجي هيشوف الحاجات، هتلاقي الدنيا مختلفه. يعني انت لو هديك مثال صغير جدا، النهارده منتخب مصر او مصر لعيبه مصر عندها قفه مهمه جدا، ان انت ما بتعرفش تلعب تحت ضغط. بمعنى فرقه بتلعب في مساحات ضيقه عامله لك بلوك، عشان تعرف تضرب البلوكات دي وتستلم الكره في مساحات ضيقه وتطلع بيها، الموضوع صعب جدا جدا جدا. فدي قفه مش هو اللي هيشيلها، هو الانديه بتتمرن ايه او بتشتغل ازاي. لان هديك مثال صغير، النهارده مثلا السنغال، فرقه السنغال دي مثلا 23 لعيب محترفين بره في اوروبا. النهارده هل المدرب السنغالي لما بيجي بيشتغل على الحاجات دي، ولا هو اوريدي اللعيبه دي شغاله في الانديه على الحاجات دي؟ حافظينها صعب. هم بيشتغلوا الحاجات دي في الانديه، فما يجي ينفذ الكلام ده بالنسبه في ارض الملعب، هو اللعيبه دي واخده عليه، هو بيحط التكتيك بتاعه، بيحط الكور الثابته، بيشتغل حاجات خفيفه، تريكتين ثلاثه. لانه خلي بالك اللعيبه بيجي له امتى؟ قبل الماتش باربع ايام خمس ايام. فانت لو جبت مين في العالم عشان يعمل تكتيك في الاربع خمس ايام ويحفظ ويشتغل والكلام ده كله، ده صعب جدا جدا. لكن الناس دي بتفرق معاه في ايه بقى؟ في المده. طب سؤال، يعني انت لو جبنا اليوسيسي مدرب الكاميرون، السنغال، حطيناه مكان المدير الفني روي فيتوريا مع القماشه دي، مش عارف يعمل حاجه برضه. مش عارف يعمل حاجه طبعا. فيتوريا هتلاقي الدنيا هناك اسهل بكتير، لانه اوريدي الثوابت موجوده. لما اليوسيسي صعبه بالنسبه له التجربه، بس ما انا بقول لك اهو، ده النهارده اليوسيسي بقى له كام سنه مع السنغال. هي دي بقى الحته، المده ان بين اللعيب والمدرب ان هو يفهم الشغل بتاعه، ويبقى دايما بالتكرار تكرار 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 جاهزه. ما بقول لك تكرار، بتبقى في تكرار وخلاص، ان اللعيبه حفظت وعارفه انت عاوز ايه. فانت حته ان انت تفصل اداء المنتخب او مدرب المنتخب وشغل المنتخب عن النادي، هي دي المشكله الكبرى اللي عندك في مصر. المباراه الثانيه مع ليبيريا ممكن يقف فيها على نقول 70% من الشكل العام. هو تجارب، هو بيعمل تجارب. هو بيعمل تجارب. بص، هو بالنسبه له المحترفين لا غبار عنهم. ليه المحترفين لا غبار عنهم؟ اي مدرب اجنبي يعمل كده، لانه اوريدي عارف ان في اوروبا بياخدوا الشغل ده، زي ما قلت على لعيب السنغال مثلا. بالظبط، هو اوريدي صلاح بياخد الشغل ده، والنني ومرموش في المانيا، ومصطفى محمد في فرنسا، وتريزيجيه في تركيا، فبياخدوا الشغل ده اوريدي. فما عندوش المشكله مع لعيبه محترفين. المشكله دايما انه، والمشكله الاكبر، انت عندك ثلاث اربع قوام بتاع منتخب مصر، هو من الجزء المحلي، من اللعيبه المحليه اللي بتلعب في الانديه المحليه. فانت كل نادي عاوز هو ينفذ طريقه لعب معينه. النهارده مثلا هو بيلعب امبارح على الاستحواذ، ماشي، حلو قوي الاستحواذ. طب الاستحواذ ده عشان يعني اول حاجه اشتغلت في الاستحواذ، ان انت تعرف تلعب في مساحات ضيقه. اي فرقه بتعمل لك بلوك عليك، ازاي تخلق فرص في المساحات الضيقه؟ دي مشكله كبيره جدا. انت ممكن تاخد الكره 90 دقيقه ما تعرفش تخلق 3 4 فرص على بعضه. ليه؟ لانك انت اوريدي مش واخد على الشغل ده. الشغل ده محتاج شغل كتير جدا جدا جدا، ومحتاج استمراريه. زي ما تشوف جوارديولا وكلوب ازاي بيشتغلوا الفرقه بتاعتهم، بتلاقي التمارين بتاعتهم كلها في مساحات ضيقه جدا جدا جدا، بس لعيب يستلم ويسلم، لعيب يستلم ويسلم. فيجي في الماتش هو اوريدي شايف الصوره دي قدامه في التمرين، فبيبدا ينفذها في المباراه. لكن في الاخر انت هيجي يشتغل على استحواذ او يدور على طريقه لعب معينه، هو هتلاقيه مصطدم ان الكلام ده ما بيحصلش في النادي هناك، فهياخد وقت منه كبير جدا جدا جدا. فارجو من الناس ان هي لازم، الراجل ده موجود معانا لغايه 2026، فلازم الصبر. لان انا شفت يعني مع احترامي يعني المحللين بيقطعوا في الراجل من امبارح، يا جماعه انتوا بتهزروا بكلام جد. ايهاب جلال ما خدش غلوه زي ما بيقولوا. انا بقول لك انتوا بتهزروا بتتكلموا جد يعني، معلش، مع احترامي للجميع، ولا يقطع ولا هيشكر. النقد البناء، لا هو ولا هيقطع ولا هيشكر، لان اوريدي انت لسه بتدور على حاجه. الراجل لسه جاي مصر وبيشوف اللعيبه وبيشوف السيستم. وخلي بالك انا ممكن اشوفك في التمرين عالمي، تيجي الماتش تلاقي الدنيا مختلفه تماما، مع الضغوطات، مع النهارده مش يومك، النهارده تعب ومجهد. كسب المباراه برضو زي ما بتقولوا، ما هو المكسب مهم، لكن في الاخر لا. ما هو انا بالنسبه لي انا كاحمد مجدي، ان ده مش منتخب مصر،
انت عاوز منتخب مصر ده دايما يبقى هو المتحكم وهو المتسيف في المباراه. انت شايف منتخب مصر ازاي؟ عندك صلاح وعندك مصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه والشناوي والشناوي الثاني وصبحي وكوكا وطارق حامد واحمد حجازي، هتجيب منين؟ إيه الترجمه في الملعب ايه؟ ترجمه الشغل في الملعب ايه؟ ما هو اللي خلاك اللعيب، اللعيب لوحده مش هيعمل حاجه. انا من يعني اديك مثال صغير، تعال النهارده بص على الراجل فريرا معاه، كان معاه ايه وعمل ايه؟ هو ده المدرب، لان انت خلي بالك المدرب ده هو النقطه الاهم في اي مشروع بتعمله، مش اللعيب، المدرب الاهم، عشان المدرب ده اللي هيشغل اللعيب ده. يعني انت محتاج مدير فني يثبت هويه اللاعب المصري؟ لا انا محتاج، يعني انت النهارده مثلا جايب الاهلي والزمالك وبيراميدز جايب لهم مدربين اجانب، ده هيفرق كتير جدا مع المنتخب على المدى اللي هو القريب والبعيد، ان انت النهارده التمارين المدربين الاجانب والمحله مدرب اجنبي انا بتكلم على اللعيبه اللي بتلعب اكتر في المنتخب. تمام، فانت النهارده جايب لهم مدربين اجانب، فده هيفرق معاهم في التدريبات والشغل والتكتيك ووقفتك في الملعب ازاي والكلام ده كله، هيسهل على الراجل الكلام ده، عكس ما تبقى شغال مع كل نادي ليه مدرب يعني مدرب مصري مدرب اجنبي مدرب مصري مدرب اجنبي، الموضوع هتلاقيه بيختلف كتير جدا جدا. فانا من وجهه نظري الموضوع محتاج وقت وعاوز صبر، بس انا في الاخر اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اطلع بهويه للمنتخب، هويه للمنتخب.